اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اغفر لشهدائنا، اللهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشدد وطأتك على الطغاة والبغاة، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم، اللهم دمرهم تدميرا وتبذلهم تثميرا واصلهم سعيرا واجعلهم هباء منثورا. وصل اللهم على نبينا محمد صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. بيرزور مدينة قرية، تاريخ 29/6/2011، صلاة العشاء أثناء الاعتصام.